بسم الله. الكتاب ده كويس جدا، فايل فورمات تقدر تحمله من الموقع. ده بيديك معلومات عن اي امتداد تري، يعني لو نزلت ملف ولقيت الامتداد بتاعه مثلا بي سي اف، ده اختصار ايه؟ ايه البرنامج اللي ممكن يشغله؟ مثلا دي جي ان ده مثلا تبع البنتلي، تمام. امتداد الاي سي ده ملف تنفيذي في جوه الويندوز. فده كويس جدا عشان ابقى عارف الملف ده لازمته ايه او اهميته ايه، او هل هو تمبليت الغيه ولا ليه لازمه، ايه الفرق بين ال ان دبليو سي وال ان دبليو دي وال ان دبليو اف. ممتاز جدا ان انا ابقى عارف مثلا لما الاقي ملف بي بي تي ده محتاج مايكروسوفت باوربوينت عشان يشتغل، فاروح مستطبه يشتغل معايا. الملفات الخاصه بالركاب موجوده اهيت، فابدا اشوف الملفات ديت. فده من الملفات الكويسه جدا الواحد بيحب يعتمد عليها لما تقف قدامه معلومه زي دي كده.